اهلا بكم في الحلقه الثالثه من العباقره واي بير اديشن. كل سنه وانتم طيبين. النهارده المسابقه هتبقى ما بين محافظتين، محافظه سوهاج ومحافظه اسيوط. حابه ان فريق محافظه سوهاج يعرف عن نفسه كده بسرعه. انا محمد الحضري مدرب شركه التسقيف واي بير سوهاج. انا محمد عبد النبي مثقف قرين في شركه التسقيف اقران واي بير سوهاج. انا اه سمان مثقف قرين من شركه واي بير سوهاج. ودلوقتي اعضاء فريق اسيوط ممكن يعرفوا عن نفسهم. محمد صلاح مثقف قرين اسيوط. محمد حافظ مثقف قرين اسيوط. عبد المعز ادم مثقف قرين محافظه اسيوط. اهلا بالفريقين. دلوقتي احنا هنبدا على طول على المسابقه. زي ما احنا عارفين انا محتاجه قائد من كل فريق. مين قائد محافظه اسيوط؟ محمد صلاح. انا محمد صلاح. تمام. ومين قائد محافظه سوهاج؟ محمد الحضري. تمام. دلوقتي هسأل سؤال السرعة وهحتاج من كلا القائدين ان حد فيهم يرفع ايده اسرع عشان نعرف اني فريق اللي هيبتدي. سؤال السرعة بيقول ما هي عاصمة المكسيك؟ حضري محافظة سوهاج رفع ايده الاول الاجابة. محتاجة الاجابة من محافظة سوهاج. ما ينفعش تفكير في سؤال السرعة، فدلوقتي هتتنقل حتى لو الاجابة يعني حتى لو ما جاوبناش هتتنقل لمحافظة اسيوط، فمحافظة اسيوط هي اللي هتبدأ معانا. بس عامة الاجابة هي مكسيكو سيتي. دلوقتي هنبدأ مع السؤال الاول لينا في محافظة اسيوط. كل سؤال بياخد 25 ثانية تفكير. السؤال الاول هيبقى في فئة الجغرافيا لمحافظة اسيوط. السؤال بيقول ما هو عدد دول البلقان؟ الوقت ابتدى. عشرين ثانية، فاضل خمس ثواني. تايم. محتاجة إجابة من محافظة أسيوط. محافظة أسيوط في إجابة؟ عشرة. إجابة صحيحة. عشرة. كده عشر درجات راح لمحافظة أسيوط. على دول البلقان هم عشرة. السؤال الثاني هيروح لمحافظة سوهاج ومن نفس الفئة وهي فئة الجغرافيا. السؤال بيقول ما هي أكبر جزر البحر المتوسط؟ الوقت ابتدى. تايم. عاوزة إجابة من سوهاج. هل سوهاج عندها إجابة؟ الوقت انتهى بتاع التفكير. جزر القمر. الإجابة خاطئة، فالسؤال هيتحول لأسيوط. هل في إجابة؟ أسيوط هل في إجابة؟ السؤال تاني بعد إذنك. ما هي أكبر جزر البحر المتوسط؟ وما ينفعش نفكر لما بننقل السؤال، ما ينفعش ناخد فيه الوقت ده كله. فدلوقتي السؤال هيتحول لسؤال سرعة. هقول اختيارات وهيبقى قصاد قائد كل فريق ان هو محتاج يرفع ايده الاول عشان يجاوب. محدش يجاوب من غير ما اقول ان المحافظة دي هي اللي رفعت ايديها الاول. حضري ومحمد صلاح يركزوا معي عشان هم هيحتاجوا يرفعوا ايديهم الاسرع عشان يجاوب. السؤال كان بيقول ما هي اكبر جزر البحر المتوسط؟ الاختيارات اللي عندنا جزيرة سردينيا، صقلية، كورسيكا، رودوس. محمد صلاح رفع ايده الاول. محافظة اسيوط الاجابة؟ كورسيكا. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي جزيرة صقلية، وكده أسيوط بتنقص خمس درجات. إحنا آخر سؤال كان واقف عند سوهاج، فدلوقتي الدور على أسيوط وبرضو في فقرة الجغرافيا. السؤال لأسيوط هو ما هي عاصمة بلجيكا؟ الوقت ابتدى. عشرين ثانية. تايم. عاوزة إجابة من أسيوط. بروكسل. إجابة صحيحة، عشر درجات لأسيوط. دلوقتي السؤال عند سوهاج، والسؤال مازال في فئة الجغرافيا، والسؤال بيقول من أي بحيرة ينبع نهر الميسيسيبي؟ الوقت ابتدى. تايم.
سوهاج عاوزة إجابة. بحيرة أتاسكا تقريبا. إجابة صحيحة 10 درجات لسوهاج. بحيرة أتاسكا. دلوقتي السؤال هيروح لأسيوط، ودلوقتي اتنقلنا لفئة جديدة من الأسئلة وهي فئة التاريخ. السؤال لأسيوط بيقول: من هو مؤسس الدولة الأموية؟ الوقت ابتدى. معاوية بن أبو سفيان. إجابة صحيحة لأسيوط. السؤال دلوقتي مع سوهاج، والسؤال مازال في فئة التاريخ، وبيقول: متى تم افتتاح حديقة حيوان الجيزة؟ ألف تمنمية وتسعين. إجابة صحيحة. دلوقتي السؤال هيروح لأسيوط، واتنقلنا لفئة جديدة وهي فئة الأدب. السؤال لأسيوط بيقول: من مؤلف كتاب الديمقراطية في الإسلام؟ الوقت ابتدى. عباس محمود العقاد. إجابة صحيحة 10 درجات يروح لأسيوط. السؤال دلوقتي مع سوهاج، وما زلنا في فئة الأدب، والسؤال بيقول: من قائل البيت التالي: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب؟ الشاعر أحمد شوقي. إجابة خاطئة، فالسؤال هيروح لأسيوط. أبو العتاهية. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي عند أسيوط، وبيقول: من قائل المقولة التالية: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة؟ إجابة صحيحة 10 درجات. السؤال دلوقتي لسوهاج: من هو صاحب رواية عبث الأقدار؟ نجيب محفوظ. إجابة صحيحة، نجيب محفوظ. السؤال كان عند محافظة سوهاج، دلوقتي السؤال هيروح لمحافظة أسيوط، وانتقلنا لفئة جديدة وهي فئة العلوم. السؤال لمحافظة أسيوط بيقول: من هو العالم الذي اكتشف قانون الطفو؟ السؤال عند أسيوط، والوقت ابتدى. أرشميدس. إجابة صحيحة. السؤال كان عند أسيوط، دلوقتي السؤال هيروح لسوهاج، والسؤال ما زلنا في العلوم، والسؤال بيقول: من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ ابن النفيس. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي مازال في فئة العلوم لأسيوط، والسؤال بيقول: ما هو الكوكب الملقب بالكوكب الأحمر؟ المريخ. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي يروح لمحافظة سوهاج، سؤال بيقول: ومازلنا في فئة العلوم، ما هو العضو المسؤول عن إفراز الإنسولين؟ البنكرياس. إجابة صحيحة. دلوقتي إحنا كده خلصنا فئة العلوم، ودلوقتي دخلنا في فئة الرياضة. السؤال أسيوط بيقول: ما هو منتخب كرة القدم الملقب بأسود التيرانجا؟ أسود التيرانجا.
15 ثانية. السنغال. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي لسهاك في فئة الرياضة برضو، والسؤال بيقول ما هو أقدم نادي لكرة القدم المصرية؟ النادي الأولمبي. إجابة خاطئة. السؤال هينتقل لأسيوط. في إجابة؟ نادي السكة حديد. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي هيروح لأسيوط، وما زلنا في فئة الرياضة. السؤال بيقول ما عدد ألقاب الدوري الحاصل عليها فريق روما؟ 20 ثانية. تايم. 3 مرات. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي لسهاك، والسؤال بيقول وما زلنا في فئة الرياضة، في أي دولة أقيم أول سباق للسيارات؟ تايم. الولايات المتحدة الأمريكية. إجابة خاطئة. أسيوط. هل في إجابة؟ فرنسا. إجابة صحيحة. دلوقتي السؤال هيبقى مع أسيوط، وانتقلنا لفئة جديدة وهي فئة التكنولوجيا. السؤال بيقول ما هو اسم أول قمر صناعي أطلقته أمريكا؟ السؤال دلوقتي لسهاج، والسؤال بيقول من هو مخترع أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة؟ الوقت. سهاج محتاجة إجابة. ما ينفعش بعد الوقت تجاوبوا، فالسؤال هيتنقل لأسيوط. إنريكو فيرمي. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي هيروح لأسيوط وفي فئة الفنون. السؤال بيقول لأسيوط من هو الممثل الذي قام بدور عبد الحكيم عامر في فيلم جمال عبد الناصر؟ تقريبا طارق لطفي. إجابة خاطئة. سهاج عندها إجابة. سهاج. أوكي. دلوقتي السؤال ده هيتحول لسؤال سرعة، هيبقى مطلوب من كابتن كل فريق إن هو يرفع إيده الأول عشان فريقه يجاوب بعد ما أقول الاختيارات. السؤال كان بيقول من هو الممثل الذي قام بدور عبد الحكيم عامر في فيلم جمال عبد الناصر؟ والاختيارات هي هشام سليم، أحمد زكي، نور الشريف، محمود ياسين. سهاج رفعت إيديها الأول، سهاج تقدر تجاوب. أحمد زكي. إجابة خاطئة. سالب 5 لسهاج. الإجابة هي هشام سليم. السؤال دلوقتي مازال في فئة الفنون، والسؤال لمحافظة سهاج. السؤال بيقول من أين بدأ فن المسرح؟ الوقت ابتدى. اليونان. إجابة صحيحة. 10 درجات لسهاج. السؤال دلوقتي عند أسيوط، هيظهر دلوقتي صورة على قصادنا، تمام؟ وهنبقى عاوزين نعرف صاحب اللوحة دي. من هو صاحب لوحة صاحبة القرد اللؤلؤي؟
20 ثانية. يوهانس فيلمر. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي عند سوهاج، وهيحصل نفس الحاجة، هنستنى صورة تظهر وعاوزين نعرف مين صاحب اللوحة دي. من هو صاحب لوحة The Jewish Bride؟15 ثانية. تايم الوقت ده فين في إجابة. إجابة خاطئة. السؤال هيروح لأسيوط. أسيوط في إجابة. هو المفروض السؤال لما بيتنقل ما بنستناش في الوقت، فكده السؤال هيتحول لسؤال سرعة، هيبقى مطلوب من قائد كل فريق ان هو يرفع ايده، وهقول اختيارات. من صاحب لوحة The Jewish Bride؟ برنيني، دوناتيلو، رامبرانت، برانكوزي. محمد صلاح. أسيوط رفعت إليها الأول. دوناتيلو. إجابة خاطئة. الإجابة هي رامبرانت. دلوقتي السؤال كان واقف عند سوهاج، فكده يبقى السؤال اللي جاي عند أسيوط، وهنا بنوصل لآخر نوع من الأسئلة اللي معانا، وهي الأسئلة اللي بتخص الشبه. السؤال لأسيوط، وبيقول ما هي أفضل فترة للمباعدة بين الحمل والحمل الذي يليه؟ ثانية. من سنة ونص لثلاث سنين. إجابة خاطئة. الإجابة هتروح لسوهاج. سنتين. إجابة خاطئة. دلوقتي السؤال هيتحول لسؤال سرعة. السؤال بيقول أفضل فترة للمباعدة بين الحمل والحملة الذي يليه، سنة واحدة، سنتين، 9 أشهر، من 3 لـ5 سنين. حضري. من 3 لـ5 سنين. إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي عند سوهاج، وهو السؤال بيقول ما هي وظيفة البذر عند المرأة؟ وظيفة البذر هي اللي بتساعد انها توصل لعملية الاشباع. اجابة صحيحة. كده نبقى وصلنا لاخر فقرة من الاسئلة بتاعتنا. هنحتاج ان احنا نحسب الدرجات، وبعد كده نرجع نشوف الفرق كم، يعني هنعلن فايز ولا ندخل في ضربات جزاء. نتيجة هي 70 لسوهاج و 140 لأسيوط. نحيي كلنا يا جماعة أسيوط. كده الفرق ما بين الفريقين أكتر من 25، فمش هنحتاج إن احنا نوصل لضربات جزاء. فالنهاردة عندنا فايز وهو أسيوط. شكرا جدا يا جماعة للفريقين، استنونا في حلقة جديدة من العبقرة.